لوحظ أن موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة عاد إلى التداول بقوة على الساحة الداخلية، تزامنا مع الكلام عن تسوية خارجية شاملة يتم العمل عليها للوضع اللبناني. بات من الواضح أن الرئيس نجيب ميقاتي لم يعد من الأسماء المطروحة جديا لتولي رئاسة الحكومة ضمن أي تسوية مقبلة بسبب التحقيقات المرتبطة باسمه وأبرزها بإمارة موناكو. يبدي الثنائي الشيعي برودة فائقة تجاه الاستحقاق البلدي والاختياري بشكل دفع البعض إلى الاستنتاج بأنهما سيعملان على التمديد للمجالس الحالية مهما كلف الأمر.